طب استاذنك يا دكتور، معانا اشرف. اشرف اتفضل. ايوه يا فندم انا حضرتك. اسفه ان خليتك تنتظر، بس بحب الدكتور يكمل كلامه. اتفضل يا اتفضل فندم. حاضر. سؤال حضرتك. حضرتك كان من فترة كان عندي نزيف وعملت عملية كوي في الحاجز الأنفي الخرم، عملت عملية ترقيع. تمام. طيب سؤال حضرتك. بعد منها بفترة الترقيع ده وقع، وعملية الترقيع ضيقت لي فتحة والفتحة التانية اتسعت. فحاليا الحاجز الأنفي من النص كده يعتبر بتنفس من فردة بيعدي من الحاجز الأنفي، يعني يعتبر جنب مقفول وجنب مفتوح، الحاجز الأنفي محروم منه. ايوه. ففي يعني مضايقة في النفس طيب ليك في اسئله الصوت ليا يا دكتور؟ مثلا. لا لا تمام طيب حاضر. ليك اي شكوى تانية؟ لا بس عايز اعرف حضرتك بس على هيجاوب يعني حضرتك اعمل طبعا. ايه الحلول يعني. حاضر، الف تمام سلامه على حضرتك. الف شكرا، سلامة. تابعنا. شكرا، اتفضل يا دي دكتور. المشكلة اللي انا قلت لحضرتك فيها ساعة ما حضرتك قلت لي عيان اتخبط في الانف وجه عدل الانف بتاعته، طبعا مع الاختلاف مع اختلاف طبعا الشكوى طبعا. بتاعت الاستاذ. لما بيعدل والتجمع الدموي بيحصل في الحاجز الانفي، التجمع الدموي ده ممكن يحصل فيه تكلس لدرجه ان هو ممكن يعمل خرم في الحاجز الانفي. زي ما الاستاذ بيشرح او بيقول ان احنا المفروض ان احنا بنعمل رقعه غضروفيه على الحاجز الانفي. ولكن زي ما قلت لحضرتك حسن اختيار الجراح ده حسن اختيار القرار بتاع العمليه. الرقعه الغضروفيه المفروض بتتعمل لمفروض الخرم في الحاجز الانفي بطريقه ان احنا لازم ناخد رقع بمقاسات معينه نثبتها على اجناب الحاجز الانفي، على اجناب الخرم ازاي، نحافظ على طول الحاجز الانفي ازاي، عشان الحاجز الانفي زي ما الاستاذ بيقول ان هو دلوقتي الخرم اللي حصل فيه ضعف استقامه الحاجز الانفي، فهتلاقي ان هو معوج على ناحيه، هتلاقي ان هو بيتنفس من ناحيه غير الناحيه دي. فالمفروض ان احنا نعيد تاني عمل الرقعه الغضروفيه ونعمل تثبيت للحاجز الانفي من الداخل مش من الخارج كمان، من الداخل. وطبعا قبل ده كله لازم ان هو يعمل اشعه مقطعيه عشان نشوف وضع الحاجز الانفي ازاي، الخرم عامل ازاي قدام ولا ورا في الحاجز الانفي، عرضه بيكون عامل ازاي، الكلام ده كله. مشاكل أنف يا دكتور، لما نعمل عملية جراحية هل ممكن في مشاكل بالنسبة للأنف تتطلب إن احنا نعمل أكتر من عملية جراحية، ولا ممكن في خلال عملية جراحية واحدة ممكن نتخلص مهما كانت المشكلة نعملها مرة واحدة؟ ده بيفكرني بسؤال لعيانه كانت بتسالني، هو حضرتك هتعمل لي عمليه تجميل انف؟ عشان عارفه ان عمليه تجميل انف المفروض ان هي بتتعمل على عمليتين او ثلاثه. هو ده كونسبت خاطئ طبعا، ان عمليه تجميل الانف مفروض ان المريض بيشرح الاكسبكتيشنز بتاعته، بيشرح التوقعات، بيشرح هو بيشتكي من ايه. الجراح بيقول للمريض هو عايز ايه بالظبط من المريض، ايه اللي انا ممكن اقدر اقدمه لك وايه اللي انا ممكن اقدر اعمله لك، عشان المريض الاكسبكتيشنز بتاعته لما تكون عاليه والجراح ما يقدرش يوفيها له، هتلاقي ان بعد العمليه المريض ما وصلش للتوقعات التوقعات بتاعته، بتاعته طبعا. فعمل العمليه تاني وعمل العمليه تالت وفي الاخر ما بيلاقيش النتيجه المرضيه بتاعته. عمليه تجميل الانف بتتطلب على الجراح ان هو مفروض بيحدد كل حاجه بيحتاجها المريض من اول شغل على العظم، على الغضاريف، على العرض، على كل الكلام اللي اتكلمنا فيه. المفروض ان هي بتتم كلها في عمليه واحده، سواء لو حاجه صغيره او لو حاجه كبيره زي ما قلت لحضرتك.